أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. مع حكم الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه عنكم، ونفعنا بعلومه والصالحين والحاضرين في الدارين آمين. وتوقفنا في المرة الماضية عند الحكمة الخامسة والخمسين، الخامسة والخمسين. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والقبول ببركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله تعالى عنه عنكم ونفعنا بعلومه وبكم والصالحين والحاضرين والمستمعين في الدارين آمين. قال: لا ينبغي أن تعتد بأخوة أخ يستطيع أن ينفعك فلا يفعل. تاني، لا ينبغي. كلمة لا ينبغي قد تستعمل في التصوف والأخلاق، لكن لا ينبغي أن تستعمل في الفقه، واخد بالك يا مولانا؟ لأن في الفقه يا حلال يا حرام، يا جائز يا غير جائز. فتلاقي بعض الكتب من الكتب المحدثة يقول لك إيه، فلا ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي. طب لا ينبغي يعني يكره، ولا فلا ينبغي يعني يحرم؟ فهذه المقولة لا تصح أو لا تنفع أو لا ينبغي أن تكون في كتب الفقه. ليه؟ لأن الفقه، بص، الفقه كده هو يا أبيض يا أسود، يا يمين يا شمال، يا آه يا لا، مفيش حاجة اسمها إيه بين في الفقه، إلا بقى مع كتب العلماء وطلبة العلم المتخصصين ينفع تقول له تجوز بشرط، يجوز مثلا كذا لكن فيها كذا، الصورة دي حرام لكن لو عملنا كذا الحرمة تزال، لأن مبنى الحرمة على المسألة دي في الحتة الفلانية، فلو عكسناها أو شناها أو كذا أو كذا أو كذا يبقى حلال، كما هو معلوم في كتب الإيه؟ كتب الفقه. فالشيخ بيقول لا ينبغي، يعني إيه لا ينبغي؟ يعني لا يعتد بهذا. الشاهد، الشيخ بيقول لك لا ينبغي، هنحملها هنا على لا يصح، مش لا يجوز، لا يصح. يبقى الأخوة هنا باطلة. يعني إيه الأخوة هنا باطلة؟ يعني ما تضيعش عمرك مع هذا الصاحب بقى، لأن الأخ اللي هو هيذكره الشيخ هنا ليس بأخ ولا يصاحب ولا إيه، ويبقى مصلحة صحبته هدر، صحبته هدر. لا ينبغي أن تعتد بأخوة أخ يستطيع أن ينفعك فلا يفعل. ده حاجه صعبه قوي. قلنا قبل كده ان الشاعر قال ايه، قال: الصديق الحق هو من كان معك وفرق نفسه فيك ليجمعك. ده الصديق الايه الحق. انما انت مريض مش عايز يزورك، وانت عارف مش عايز يزورك ولا حتى يدعي لك، وانت تعبان ومش هين عليه ياخد عربيته ويروح يجري بيك على المستشفى، ده صاحب ده؟ لا، ده مش حاجة خالص. ده يبقى صحبته ايه؟ لا يعتد بها، خلاص لا يسهل. او تبقى انت قاعد عنده في البيت، مغص بطني، ايه مالك بطني بتتقطع مش قادر، طب اعمل لك حاجة سخنة بس عشان انا معايا معد بعد نص ساعة، فتخرج من عنده وانت بقى معاك تتمزق، ويوصلك لحد باب الشقة ويرجع، وبعدين يلبس ويخرج ويرجع، وبعدين ولا حتى يفكر يقول لك انت عامل ايه. طب ده صاحب ده؟ لا، مش صاحب ده. ازاي اصدقاء واخوه مع بعض ووالده توفى ما تلاقوش واقف معاه في العزاء؟ طب ان كان له عذر خلاص معذور، انما ما يشيلش عن اخوه، ما يحتضنوش وهو ابوه ميت او كذا او امه توفت او بتاع، يبقى ده ليس ايه؟ ليس بصاحب. انما الصاحب هو الصاحب في الشده، اما تقع تلاقيه معاك يا اخي. اذا ما ساعدكش بفلوس او بكذا، قلنا ما لناش دعوه بالفلوس، احنا الرجال مواقف. لكن انت وقعت في ضائقه ماديه، هو مش قادر يعمل لك حاجه لكن تلاقيه معاك، يعني هو ما معهوش فلوس يدي لك سلف، انت مزنوق في 100,000 في 200,000 في 20,000 الى اخره، ما تلاقيهوش، هو ما معهوش المبلغ ده لكن تلاقيه واقف معاك ظهرك. طب نعمل ايه؟ طب تعالى نشوف فلان، فانت متحرك تروح للراجل ده تستلف منه، هو يروح يبلغه ويقترض لك كمان.
هي دي الاخوه الايه الصادقه. فالشيخ بيقول لك اذا وجدت من اخوانك من يستطيع ان ينفعك ثم لا يفعل فلا تعتد بتلك الاخوه، لان هذا ليس ايه، ليس اخ. امال ده بقى ايه؟ لما هو مش اخ يبقى فخ، يبقى يبقى فخ. يعني ايه فخ؟ يعني كده مقلب، يعني مقلب. قال الحكمة السادسة والخمسون: إذا أردت أن تصطفي، إذا أردت أن تصطفي إنسانا لنفسك فلا بأس أن تمتحنه بما لا يصح الاصطفاء بدونه. يعني إيه تاني؟ حاضر. إذا أردت أن تصطفي إنسانا لنفسك فلا بأس أن تمتحنه بما لا يصح الاصطفاء بدونه. أنا دلوقتي هصطفي واحد لنفسي، يعني أنا عايز واحد أخليه صديقي، صليت على النبي. طيب هو شاب مؤدب كويس وكلام من ده، بس أنا عايز أختبره، لربما يكون ظاهره غير باطنه. طب هل هذا يصح؟ أيوة، لأن الأصحاب لما بيتداخلوا مع بعض قوي بياخد عليك، وخش بيتك ومش عارف ايه، ووالدتك بتعرفه واختك بتعرفه. وطبعا بقول لابد ان الصحبيه تكون في حدود الشرع، ما تبقاش العمليه كده. يعني انا دلوقتي مثلا قاعد في بيتي وجاي نضيف، والضيف ده من اصحابي، مال الضيف بقى ومال مراتي وبنتي واختي وامي انه يقعد معانا بتاع ايه؟ شغل اللي انتوا عارفينه بتاع ايه؟ لكن لو فرضنا ان يعني موجود هو لضرورة أو لكذا أو لكذا، والأصل أن تبقى الرجال معزول عن النساء ده في الزيارات، لكن لو فرضنا أن الموضوع يسمح بهذا لا مانع شرعا، لا مانع. يعني مثلا هو صديق للعيلة من زمان، ووالدتك عارفاه وهي اللي مربياه، وأختك ست متجوزة وكلام من ده وإلى آخره، هو جايب مراته وعياله، لا مانع من هذا. إنما ما تفتحش العملية على البحري مع الشباب، فتلاقي الراجل مثلا مش موجود في البيت، فابنه مصاحبه ثلاث اربع شباب يطلعهم فوق وابوه مش موجود، ويخلي اخته تخش عليهم مثلا بالبتاع وتقعد معاهم. لو كان على قد دخولها كده لصينيه الشاي وتمشي لا مانع، والاولى عدمه، والاولى عدمه، عشان ده بيفسد البيوت، بيفسد البيوت. لكن اذا كانت الناس اللي داخله ناس محترمه وانت واثق فيهم وكلام من ده، ومفيش ضرورة لجلوس أختك معاكم في البيت، خلاص يا ما تخشش، واخد بالك؟ والموضوع في هذا يطول، لأنه موضوع خاص بالأعراف وخاص بالإيه؟ خاص بالتربية، وكل فئة لها تربية، وكل فئة لها نظام، وكل فئة لها نظام. فالشيخ بيقول لك إذا أردت أن تصطفي إنسانا لا مانع أنك تختبره. طب أنا أختبره بإيه؟ والله الاختبار على حسب ما انت عايز. يعني انا مثلا انا هجيب واحده تشتغل عندي في البيت خدامه، اهو انا اصطفيتها، اهو اصطفاء هنا بمعنى الاختيار، هشغلها عندي. لا مانع ان انا اروح سايب قدامها ورا التلفزيون كده 500 جنيه ونشوف هي ايديها طويله. ما بقول لك ايه؟ بما لا يصح. بما لا، هو انا يصح ان انا اعمل كده؟ طب اقدر هي طلعت حراميه، خد بالك. انا هرتبط بواحده واتجوزها، مش المفروض ان انا اسال عليها؟ طيب مش المفروض ان اعرف اخلاقها؟ مش المفروض انا ممكن مثلا انرفزها؟ مش يمكن هي اخلاقها ضيقه جدا وانا كمان عصبي، فبعدين يحصل ما لا يحمد عقباه، فتروح انت منرفزها وتشوفها كده بتتحمل قد ايه؟ هل هي من النوع النرفوز قوي فبوظ لك الدنيا، ولا هي من النوع اللي بيتحمل؟ وهكذا. انا بقى عايز اختبر صديق دوك عشان يبقى معايا، اختبره ازاي؟ بص عشان ما توجعش قلبك، الرجال مواقف، الرجال هو هيجي لك موقف وشوف صاحبك ده يعمل معاك ايه. اذا لقيته معاك في ظهرك يبقى هو الصاحب الذي لا يترك، واذا لقيته من اول محطه قال لك باي باي سلام عليك، يبقى انت في المحطه اللي قبلها مش اللي بعدها، في اللي قبلها تقول له عليكم السلام. ليه؟ لان هو كده لا يستحق هذه الايه، هذه الصحبه. واحنا في مره ماضيه تكلمنا على الصحبه، وان الصحبه فيها شفاعه، قال عليه الصلاه والسلام: اكثروا من الاخوان فانهم شفعاؤه
يوم القيامة. ماشي يا شباب؟ طب لو انت ما عملتش كده ولا امتحنته، لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا، يعني هو لو جه خانك او سرقك او ضحك عليك او 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 او، ما تلومش الا نفسك. ودايما نقول، دايما نقول، قال الشاعر: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تحب ما تقعش على بوزك، ما تقعش على بقك، تريس. ولما تكره تريس. الكلام ده مع الصحاب، تلاقي اتنين اصدقاء يعني كل واحد فيهم عارف دولاب التاني فيه ايه، وبعدين هم بيحبوا بعض، وبعدين يحصل بينهم فرقة لأي سبب ما، عشان انت بتجرحش من جوه ويؤلمك هذا الفراق، بقول لك لا، احبب حبيبك هونا ما، يعني خليك حب حب ايه هين، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ما تفهمش الظروف اللي يحصل، فتبقى انت بتكرهه بكل ما اوتيت من قوه، فتقع في عرضه. طب وعلى ايه؟ وهتقع فين؟ في النفاق. واذا خاصم فجر، واذا خاصم فجر. طب وليه يا جماعه؟ ليه؟ صلوا على رسول الله، واخد بال حضرتك؟ طيب، قال القاعده، اظن دي واضحه يا شباب. طيب ناخد الحكمه اللي بعدها، وهي تتكلم ايضا فين؟ في الصحبه. قال: لا تصحب إلا من تستطيع القيام بحقوقه، لا تصحب إلا من تستطيع القيام بحقوقه، ولا يحوجك لطلب حقوقك لكمال قيامه بها، لكمال قيامه به. يعني إيه؟ يعني الشيخ بيقول لك أنت عندما تتخذ لك صديقا حميما، يعني الشيخ بيقول لك ايه، صاحب على قدك. اضرب لك مثال: انت غني قوي، هو فقير قوي وانت غني قوي، فبعدين انت خدت عزمته، تعال انا عايزك عزمك معايا، فتروحوا فين؟ تروح راح تعزمه على مطعم كباب ولا بتاع، فانت وانت قاعد بتاكل تحمل هم انت هترد له الجميل ده ازاي، واخد بالك؟ ما هو الزيارات كده، الزيارات كده، مرة ليك ومرة عليك ومرة عليك ومرة ليك وهكذا، الدنيا كده يا ابني. الله، مرة قاعد مع ناس، فدخل واحد، هم فقراء، كان عندهم فرح وبتاع، والراجل ده اتأخر وكان يعني معرفة، فالشاهد، انتوا عارفين احنا عندنا، احنا بنسميها النقطة في مصر هنا، اللي هو ينقط العريس. فالراجل ده راح منقطهم في هذا الزمن، الكلام ده قديم، نقطهم بألف جنيه. طبعا ده ادعاله دعوات تدخلوا الجنة وش، يعني ألف جنيه مولانا ده كان يجيب، والراجل غني جدا، يعني هو بيطلع كده ولا في دماغه. بعديها بمدة كنت قاعد مع الراجل اللي خد النقطة دي منه، شاهد ان اتفتح الكلام، قال: والله مش عارف، يعني واحد زي اللي جدا انا 1000 جنيه ده انا هرده له ازاي؟ لما يبقى عنده حاجه ده ارده له ازاي؟ فيحصل عند دوكا حاجه ما يعرفش هو يروح له. ليه؟ بقى دين عليه. والعرف عندنا ان دي ديون. العرف ماشي كده. في ناس تانية ما عندهاش ديون الكلام ده، واظن هذا قليل. ان هم بيخرجوه اخراج الصدقه او المحبه، لكن هنا في مصر معروف انه دين. فلان جه نقطك وانت عريس، او اداك فلوس وانت عيان من باب الاعانه، فلما هو يجرى له حاجه انت بتروح ايه؟ ده بقى امر الدنيا، مالناش دعوه بيه، اركنه على جنب، بتاع الدنيا تلقى لها. خلينا بقى على حقوق الاخوه في الله. واحد عمال يهرف نفسه طالع نازل عشان يدخل في صحبه الشيخ، عشان يدخل فين؟ ويكون من المقربين، فالشيخ يفتح له الايه، يفتح له المجال، ويدخل فين؟ في المقربين، هو من اصحابه. طيب، وهل انت تستطيع انك ترد جمايل الشيخ
هو قام بحقوقك اهو، دعاء دعالك، علم علمك، عهد وفى بيه، بيجيله اي نفحة قبل ما بيديها لاولاده من صلبه بيديها لاولاد الطريق. انت اردت ان تصاحبه فصاحبته فوفى بالعهد. هل انت وفيت؟ هل انت بتدعي له زي ما بيدعي لك ولا ما بتدعيش زي ما هو بيدعي لك؟ اذا دعوت فقد وفيت، واذا لم تدعو فقد خالفت. شوف الشيخ بيقول لك ايه بقى، لا تصحب الا من تستطيع القيام بحقوقه. ليه؟ عشان ما تبقاش خاين. ولا يحوجك لطلب حقوقك لكمال، هو صاحب كمال في اداء حقك عليه، لكمال قيامه بها. تجد بعض المشايخ، رضي الله عنهم عن مشايخنا، تلاقي تبصر معاه شوية كده، وبعدين تلاقيه بيتصل عليك، الو انت عامل ايه يا ابني، انت كويس، انا بطمن عليك، انت بتصلش عليا ليه؟ وبعدين تلاقيه جايب لك السلام مع فلان، وبعت لك السلام مع فلان، وبعدين فلان يقعد معاك يقول لك والله يا مولانا معلش سامحني، ده الشيخ فلان من شهرين كنت قاعد معاه وسألني عليك، يوم التاني تصدق وانا من شهر سألني عليك، والتاني يقول لك وانا من 10 ايام كان بيطمن عليك وبتفقد احوالك. هي دي الاخوه في الله، هي دي الاخوه الحق. انما واحد سايب حاله ومحتال ودنيته كده، ولا هو بيسال ولا بيعمل ولا كذا، وبعدين هو التاني قايم معاك بكل الحقوق والواجبات، يبقى هو صاحبك على الكمال وانت صاحبته على النقص. يا مين احسن؟ هو قام بحق الواجب والصحوبيه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يسال عن الصحبه، لان الله لا يسال عن صحبه العبد ساعه. اللي تصاحب اخوك ساعه ربنا يسالك عن الساعه دي، يبقى هو قد ايه؟ قد الواجب، وحضرتك ما قدتش الواجب، يبقى هو من اهل الكمال في الصحبه وانت من اهل النقص في الصحبه. فصحبته لك كمال له، وصحبتك له صحبة خلل، صحبة خلل. يبقى ربنا يكرمه ومش يكرمك انت، لانه قام بالايه؟ بالواجب. قال القاعدة 58، قال من عول، شوف هنا القاعدة دي كلها بتتكلم على ايه؟ على الصحبة. الشيخ بيقول لك من عول في عول، يعني اعتمد، من عول في اسقاط حقوق اخوانه على قبول العذر. يا سلام، من عول يعني اعتمد في اسقاط حقوق اخوانه على قبول العذر، يعني كل ما يبقى عنده حاجه هو معتمد على ايه؟ ان اخوانه بيسامحوه يبرروا له العذر. انت ما جيتش ليه يا فلان؟ اصل انا كنت تعبان. طب ربنا معاك، طب ربنا يشفيك، طب احنا هنجيلك، وهكذا. اي كلام هلفطف اي حاجه، واخد بالك؟ وهو مش واخد باله المسكين، ولما بيكذب، من اللي يفتح لنفسه باب للكذب فتح لنفسه بابا من البلاء فيما كذب فيه. يعني لو انت ما رحتش الشغل فيتصل عليك بتوع الشغل، انت ما جيتش للنهارده، ايوه جيتش النهارده، والله اصل كنت تعبان وعندي برد، الف سلام الف سلام، نيجي نزورك، لا انا هبقى اقص اجيلكم بكره بالليل يعيا. ليه؟ من فتح بابا للكذب على الناس فتح له باب من البلاء فيما كذب فيه. واخبر حضرتك، واحد تتصل عليه مثلا يقول لك ايه، انت ما جيتش ليه؟ والله معلش اصل امي كانت تعبانه ورحت بيها المستشفى ورحت. لا الف سلامه على الحاجه، طب نسلم لي عليها مش عارف ايه، ان شاء الله بس اديني يومين ثلاثه وكده واجي لك. تاني يوم على طول تلاقي الحاجه مصيفه في المستشفى، عمليات على طول يا معلم. الله، طب ما كانت حلوه وكويسه وجدع، ايه اللي حصل؟ انت ابتليتها بكذبك. يا اخي ما مالكش دعوه بكده، ما تقول ما فضيتش، ما جيتش، صحيت من النوم متاخر. ليه تمشي من، يعني
ليه تفض المجلس بالكذب؟ ما تفض المجلس بالشجاعه الادبيه. والله نمت معلش، ناموسيتك كحل يا عم، سودا مش كحل، بس نمت افضل من انك تقول حدث كذا وكذا وكذا وهو كذب. بلك من عول في اسقاط حقوق اخوانه عنه، يعني حقوق اخوانه عنه، على قبول العذر، كان اقل ما يلقاهم به الغش والمكر. الغش يبقى كذبك على اخوانك في كل شيء هيقودك الى الغش والمكر، تبقى كذاب وغشاش وماكر ومخادع. طب ولو حصل كده يبقى انت انسان غير امين، يبقى انت انسان غير مستأمن، يبقى انت فاسق. انما الاخوة الحق، انت ما جيتش ليه؟ انا نايم. هو هيعلقني مشنقة؟ ما انت كده كده ما روحتش الشغل بتاعك، هيقولك مشنقة؟ ما كده كده اليوم اتخصم، كده كده الجزا نزل عليك، ليه تكذب؟ يعني بقى جزا وخصم واكذب كمان؟ لا يا عم ما اكذبش يا عم، اقول له كتمي عيان. لا اقول ليه؟ والله انا نمت يا فندم، كنت تعبان ونمت، راحت عليا نوم. هيتنقوا ده شأنه بقى، انا ماليش دعوه بيه، المهم ان انا ما ايه، ما اكذبش. قال صلى الله عليه واله وسلم: ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. يعني ممكن المؤمن يخاف ويجري من الكلب ويطلع يجري منه في الشارع؟ ممكن يخاف ان الشارع اللي ورانا ده هو فيه حراميه فما يعديش من هنا، يعدي من شارع تاني لانه خواف؟ ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ايكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال لا. ما تركبش ايمان مع كذب. ازاي مؤمن كذاب؟ ازاي يعني؟ ازاي واحد بيقول اذكار واوراد وبيحب الصالحين ويبقى كذاب؟ ده حاجه يعني فيها قلة أدب لا يعلمها إلا الله. يلا في نفس المعنى يا عم الشيخ عامر، القاعدة 59. القاعدة 59. القاعدة دي صغيرة خالص، وهي اتشرحت قبل كده، اللي هو لا تدوم مع الكلفة ألفة. القاعدة دي بتاعت لا تدوم مع الكلفة ألفة. ادينا قلناها وربطنا الاتنين ببعض. قال القاعدة 59: أكرم إخوانك إكراما تستطيع الدوام عليه، وإلا كان مآل الأمر إلى الوحشة والقطيعة. أكرم إخوانك إكراما تستطيع الدوام عليه، وإلا كان مآل الأمر إلى الوحشة. يعني إيه؟ إخوانك جم. قال سيدنا رسول الله: يا عيشة جودي بما هو موجود. مش لازم تعتاد ان كل اخوانك ما يروحوا عندك ان هم يقابلوا بشيء من الطعام والشراب، مش لازم يا اخي. اهم حاجة انك تقابل اخاك بوجه طلق، تقابله كده وانت مبتسم وفي ترحاب. كان في بعض ابيات كده يا عم الشيخ سعيد لبعض الشعراء مختصرها يعني بالمعنى كده، بالمعنى كان يقول لك ايه: فيا اخي قابله ببشر وجه، ده معنى البيت مش هو، فقابله ببشر وجه إن لم يسعفك مالك. إذا ما أسعفكش مالك قابله بإيه؟ فيكفيك البشر والترحاب. والمثل عندنا بيقول، المثل المصري بيقول إيه؟ لاقيني ولا تغديني. يا فرحتي دخلت عندك لقيت المحمر والمشمر والرومي والبتاع واللحمة والكباب، وأول ما دخلت سلام عليكم، أهلا يا كلب، أهلا يا كلب، ومكشر لي كده وعامل هنا ما بين حواجبه 1111 ووجهه عبوسا قمطريرة، خارج من أوضة النوم يقابل الضيوف يعني كالباحث عن قاتل أبيه، يعني كده مش عايد خالص. سلام عليكم، أهلا أهلا، خش، ومش بيهزر هو كده. دخلنا جوه، هو بيقول اتفضلوا، لو أنت ترجمتها السم الهاري قدامكم ادفعوا غرف داهية. لا خلي السم الهاري لك، لا احنا لا عايزينك ولا عايزين السم الهاري بتاعك، سلام عليكم. روح عند واحد فقير بس بيفهم في المقابله، بيفهم في المقابله، تلاقي حته جبنه قديمه اللي احنا بنسميها المش، مع شويه قوطه، مع شويه بطاطس مقليه
وبيقابلك مقابلة يعني واخدك بالحضن وتلاقيه يروح تقلع على مؤاخذة الشبشب يشيله من هنا يحط لك نو، عايز تخش الحمام تغسل ايدك عزكم الله يروح يحط لك شبشب الحمام قدام، يا مرحب ده احنا زرنا النبي، يا مش عم صل على النبي، ده احنا مش عارف الكلام المصري الجميل بتاعنا ده. وبعدين تحس ونيته بقى تظهر في الاكل، تجد ان هذا المش والله احلى من العسل. وبعدين تاخد وجبك وكلام من انت مش عايز يسيبك وانت ماشي. لاقيني يا جماعه انتوا ليه حاصرين الصحبه في الاكل والشرب؟ ليه حاصرين المقابله في الاكل والشرب؟ انما الاكل والشرب ده عامل مساعد مش هو الاساسي، انما الاساسي التزاور في الله، العامل الاساسي الحب في الله، العامل الاساسي الاخوه في الله، العامل الاساسي ان انا لما اروح عند اخويا ده هو فيحصل بيني وبينه اكرام من باب زياده الالفه، من باب زياده ده دخل بيتنا وكل ما انا عيش وملح، وانا دخلت بيته وكلت ما عيش وملح. عندنا هنا في الفلاحين وفي مصر والصعيد والحتت دي دخلت بيتك وكلت عيشك وملحك ما ينفعش ابقى عدوك يوما ما، خلاص الموضوع خلصان. فده له حرمه، ده له حرمه. يقول لك زمان واحد هنا مسكه حرامي كان بيسرق بهايم من هنا عندنا في البلد، فلما مذكوره راح خارج واحد كده من النصر، بس يا جماعه صلوا على النبي، راجل مليون كلمه، راح واخده وحط ايده على كتفه. زمان في بلادنا كان لما يمسكوا واحد وكلام من ده ويطلع راجل كبير يحط ايده على كتفه او يقلع عبايته ويحطها عليه، خلاص ده بقى في حماه. ما ينفعش لو انا مديت ايدي على الراجل ده بقى انا غلطت في الكبير، واخد بالك؟ فاخده وقعده عنده في البيت وراح قال لمراته اعملوا له اكل. طب حرامي، ايوه اليست نفس؟ ما الراجل معديين باليهودي على رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انقبض وزعل وكلام من ده، قال له ده يهودي. قال لهم سبحان الله اليست نفسا؟ هو مش نفس، وايه اللي خلاه يسرق؟ ما هو العوز والحاجه هو اللي خلاه يسرق. فراح قاعد، ما كانش لسه الفتوى بتاعت السجاير طلعت بالتحريم، عشان لو ما حد يسمعنا يقول لك ده بيحلل السجاير، ما كانش لسه الفتوى بتاعت تحريم الدخان طلعت، الكلام ده كنت صغير قد الشاب ده كده. وراح الراجل ايه جدنا ده راح جاي جايب له اكل وشرب، واحنا كنا نسميه ايه يا كريم؟ كرسي معسل. فقال له تشرب كرسي معسل؟ قال له لا بشرب سجاير. راح عامل السجاير اللف دي يا مولانا انت فاكرها، اللي هي كانت نشاره خشب دي، عباره عن نشاره خشب، العلبه الصفيح دي. انت ما عارف، انت عارف الحاجات دي قديمه، انت معمر يا مولانا. وشاي، في شاي، في شاي. وراح مطلع مش عارف باريزه فضه ولا ريال فضه، راح مديهوله ولا كلام من ده يعني. وبعدين قال له بقى ايه، خلاص احنا بينا وبينك عيش وملح، ما تجيش البلد دي تاني. قال له والله اعمل حاجه عشان خاطرك انت، ما اسرقكوا تاني لا بيتك ولا بلدك دي خالص وخلاص. شوف بقى الشيء السمير عليه، من بعد كده شوف حرمه العيش والملح، ان الولد الحرامي ده هو وهو في السوق لقى واحد سارق بهيمه من بيت هنا من البلد، عرفوا في السوق جابها منين دي؟ قالوا ده انا خدتها من البلد الفلانيه. الله يخرب بيتك، وده احنا بينا وبينهم عيش وملح، هات. راح واخدينها الاثنين وراحوا مرجعينها، وراحوا احنا بنسميه العرق هنا اللي هو المرضيه يعني، راحوا اهل البيت راحوا مرضيين، تاخد بال حضرتك؟ فيا جماعه يعني العيش والملح والحاجات دي لها حرمه، خلاص كلت عيش وملح لا يجوز ولا يصح ولا يليق ولا ينبغي ان انت تخون هذا الامر. لكن بنرجع نقول ما تتكلفش انك متعود ان كل اخواتك ما يقولك لازم تطلع فوق الصح تتبع لك فرختين من فوق وذكر بط وتعمل اكل. طب اهل البيت بيتعبوا، اهل البيت بيتضايقوا، انت كل شويه ضيوف ضيوف ضيوف، فانت داومت على ما لا يعني ما لا يستديم معك في الصحبه. هيجوا ينادوا عليك وانت متعود تقدم لهم كده، هتروح قايل لعيالك ايه؟ قول لهم الشنا. يبقى انت قطعت وزدت على ذلك الكذب. والمصيبه مش في كده بقى، المصيبه ان انت علمت ابنك يكذب، قول لهم مش موجود. طب وليه؟ ما تخلي الدنيا كده في المحبه والامر يبقى في الحنيه كده، كوبايه شاي حلو. وعلى هذا فقس، وعلى هذا عشان بس ما نطولش عليكم.
يبقى إكرام إخوانك أكرم إخوانك إكراما تستطيع الدوام عليه، تستطيع الدوام عليه، وإلا كان مآل الأمر إلى الوحشة والقطيعة. وهذا واقع بين الإخوة، وهذا واقع بين أمة مولانا رسول الله، لأنهم خالفوا النهج النبوي. يبقى المعول عليه يا مولانا البشر والترحاب، ده تقدر عليه وتقدر انك تدعيله وتقدر انك تستقبله استقبال كويس وتقدر انك تضحك في وشه، فاهم؟ نسأل الله القبول والتوفيق والهداية بسر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسرار الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.